حاجه غريبه. عملت في رئيس فوتشيني هذه. اليوم جينا من تونس الكوليكيه، ما هزينا حتى علم تاع حتى حزب، ما هزينا باش ندافع على حتى شخص حتى اسم، جينا فقط باش ندافع على تونس، على الدستور وعلى المبادئ اللي ينص عليها الدستور، الحريات، على العقد الاجتماعي اللي يربطنا كتوانسه، وضد الفوضى. خرجنا في المسيرة احنا باش ندافعوا على الحرية وباش ندافعوا على تونس الديمقراطية، تونس اللي فيها تعددية واللي فيها ناس تفهم بعضها ويكون فيها مساواة وعدل وحرية اختيار وحرية انتخاب. لا سبيل لانه نعيشوا في دولة معناها كلها تحت الاستبداد او تحت القمع. احنا خرجنا اليوم باش ندعو كل الشعب التونسي انه يرجع للديمقراطية، وانه بلادنا ما تنجم تكون كان بلاد ديمقراطيه وحريات. نو احنا التوانسه نحبوا نعيشوا، نو سو با انتيغي دو لا في بوليتيك، عباد في البوليتيك كلها تلوج على رواح، كل سوا قيس سعيد، كل سوا النهضه، الناس كلها تلوج على رواح. شو نقول لك؟ باهي انا راني مع قيس سعيد، راني مع النهضه. ولا ما تنتميش لحتى حزب. ما تنتميش، نحب نعيش، امي توحشت الحوت في الدار عايش اختي. بالحق اختي امي التريليا، التريليا اللي كان بابا كل يوم يوكلنا، انا ثوره عملناها عايش اختي. ندم تاع عاصمة الثورة، أنا عملت عمري 30 سنة، 10 سنين قداش عمري يعني. 20 سنة، أنا اللي ضربت، أنا اللي عملت، وقت اللي عبيت، كل سوا قيس سعيد ما نعرفوش أنا ولا النهضة، ذوما كانوا في الحبس. بالحق عبيت في الحبس، ردمها بن علي، أنا نضرب صاحبي، أنا وين تويك؟ أنا نوريك شهادي في الدار الدوخ. بالحق أنا مقهور، أنا بالحق مقهور. أنا نوريك شهادي في الدار الدوخ، وقت اللي النهضة خذت البوفوار، يسمعوا فيا كلها جماعة النهضة، أنتوما كلكم من النهضة. ولاد حومتي من النهضة، اي افتخروا ربي معاكم. وقت العباد من النهضة عاملة الملاين في حومتي توبيك اللي عمره ما قرا حتى درج، انا قاري على الاخر. لا نشرب صاحبي انا، النهضة لازمتني نشرب. تعرفني انت 10 سنين التالي، انت تعرفني 10 سنين التالي، انا ليه مش تخلويف؟ لا النهضة اغزلي عايش اختي، اغزلي اغزلي، احنا لا نخافوا من قيس سعيد، نعاودها لك ها، لا نخافوا منك يا قيس سعيد، لا نخافوا منك يا نهضة. لا مشكلتي مع روحي، انا الدولة حطمتني عايش خويا، لحظة، انا الدولة حطمتني، دولة نحمد ربي الحمد لله، خير من اللي تحب انت يعني. انا قاري ما حطمتش روحي، النهضة وقت اللي امي ما ردتش الحوت 10 سنين اختي، التريليا ما ريهاش، مش دورات، وقت اللي احنا كنا من سافا في البلاد ولينا اسفل السافلين، تجي تحطمني وتقول لي راني انا تعطيني الكلام، يعني قاعد نتكلم اصحاب النهضة ما حابونيش نتكلم، ما هي النهضة قاعد نتكلم انا في النهضة بالسيف عليك في حومتي انا صاحبي نتكلم. اليوم في تونس العاصمة زلزال بقوة 10 ملايين على سلم الرئيس، جاري البحث على خبير زلازل لتحليل الوضع السياسي. قلت لك انا قلبي معبي ونحب نبرغ رسالة لقيس سعيد اللي هو ماهوش رئيسي وكان رئيسي، انا معناها مرأة كبيرة وخدمت له في الانتخابات، بعد ما خدمنا في الانتخابات خرجنا فرحنا له في لافيوني وفرقنا معناها المشروبات، في الاخر في الاخر ظهر ما عندوش حتى طرف من المبدأ. هل ممكن انسان انا جيتك وشديتك من يدك وحطيتك فوق الكرسي انا نحطك وانت تتلفت تدزني؟ هل يعقل؟ تو هذا ما دام هو ما عندوش مبدا ونكر شطر الشعب معناها التونسي معناها قسمه، هل يعقل بشي معناها عنده خير في البقيه؟ ما عندوش خير في البقيه وما عندوش خير في البلاد جمله. يبي عمرنا مرينا هالانسان هذايا، عمرنا مرينا معناها السياسيين بكلهم معناها كنت معناها نتطوري معناها في الانسان هذايا حطم الرقم معناها حطم الرقم القياسي معناها في الخذلان وفي قله المبدا وفي قله المعروف، ما عنده حتى معناها العيوب كلها لمها، الكذب، النفاق، المخادعة، كل يوم يخرج معناه يسب فيا، يسب فيا أنا هو راهو، خاطري أنا انتخبته يجي ويسبني، ما سب والله شو نقول لك، ركبنا عقدة بصراحة ومرضنا، قبيلة الغيث نزل قبيلة، على خاطر فما في الدعاء وقت ينزل الغيث الدعاء مستجاب. أختي فما مندسين في المسيرة،
انا وقت اللي قدمت قدام قبليك شميت تحت الكاز تاع الحاكم، فما واحد جنبي قلت له اه الكاوز، قال لي وين مسوك انت وانت تعيط تشوك وحدك، ما عدت ام عزوزه من غادي، فما مدسين الصحافي هذاك انا واقفه ما مش احنا ضربناه، راه ضربوا اصاب قيس سعيد من غادي بالدبابز، ومع هذاك كل انا ضد القوات الوطنيه، انا ضدها، علاه ضدها؟ خاطر جايه ترى تصور هكاك، جايه وقت العباد روحت جيت تصور، اما نحن مسينا حد فما مدسين في المسيره، وين نحن ماناش خارجين من هوني انا باش نطالبوا باسقاط الانقلاب هذا، انقلاب على الدستور، وانقلاب على الدستور هذا ايش نقول لك؟ لو مهما يكون مهما يكون نحن انتخبناك نحن نحوك، ماناش حشرات نحن، نحن ماناش حشرات اختي، حتى سمينا بالحشرات، نحن شعب معاك شعب ضدك عادي تحترم الديمقراطية، ناس معاك وناس ضدك، فاش قام هذوك اللي معاك باهي نحن حشرات، نسى اليوم نسى تهانت اليوم، نسى تهانت بالبليحت بليحت الغاز، الأمن ضربنا بالغاز. ربي يفضل الجميع وإن شاء الله تونس ما تمشيش في انزلاق خطير كما يخطط هالإنسان اللي مش عارف وين يمشي بينا، هالإنسان اللي قاعد من المفروض عليه باش يوحد الشعب نتاعو، احنا 12 مليون في الصين يقولوا فانا عمارة تسكنوا انتوما في تونس، واحنا 12 مليون هو يحب يقسمنا عليه، عليه يحب يقسمنا، تونس تتسع للناس الكل، تونس برجالها بولادها بشبابها بشيوخها، هو يحب يقسم الناس عليه، هو يقول في المظاهرة بتاعه جاوا 1,800,000 اليوم 7,800,000 جاوا، النجم نقول اليوم جاوا 7,800,000، علاش يخلي فينا في عارة قدام الناس؟ علاش؟ ثم رئيس يقسم في شعبه، ثم رئيس يتهم شعبه بالحشرات، هذا رئيس يتهم شعبه بالحشرات. بوليسي سيفيل هز طفل كان على الكاميونة هزوهم والله العظيم، والفيديو موثق، اسمه شو اسمه هو غير ما تذكر لسه باهي، فكلوا التليفون وهزوه الامن السيفيل، نحن انتخبنا قيس سعيد الواش باش يلام باش يفرق الشعب، ثم رئيس يفرق شعبه عمري ما سمعها تاني هذايا، ثم رئيس ينعت شعبه بنعوت كيما الشياطين وكيما شنو. اليوم للمرة الثالثة يجتمع الشعب التونسي في هذا المكان المبارك التاريخي، عندنا رئيس كل شيء يقول تاريخي، لا هذا مكان تاريخي فعلا، وكان يسمى شارع حسان ابن النعمان. حبيت نقول اللي رغم معاناة الشعب اللي جانا اليوم من قردان ومن قبلي ومن تطاوين ومن المهدية ومن القيروان ومن بنزرت 24 ولاية توجدت لهنا، معاناة متاع الشعب هذا يقع استنزافها يوما بعد يوم، وهذا الدعي عميل مزدوج لفرنسا وإيران يذهب بالدولة للإفلاس، إفلاس تونس مع سبق الإصرار والترصد، ونصبح يعني متسولون لإيران مثل ما وقع للبنان، وبالتالي الله الله عباد الله في هذه البلاد وفي الأجيال القادمة الوقت ليس في مصلحتنا، لا بد من الحسم، والحسم أمام القصر، نحن ما عندناش مشكلة مع الأمن، الأمن ولادنا وخيالنا.